السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هبدأ أرفع الفيديوهات بتاعت بيم أريبيا على مواقع زي الميديا فاير، بدأنا هو وموقع اسمه أركايف، ده موقع جميل وممتاز، وموقع اسمه ميجا. لو في أي موقع تاني نقدر نرفع عليه كمية كبيرة من الفيديوهات ياريت تقولنا عليه. يعني لو في موقع نقدر نرفع عليه 100 جيجا 200 جيجا مرة واحدة، تمام، ياريت تقولنا عليه، وبالذات لو ما فيش اعلانات عشان ما نضايقكوش، تمام. يا ريت تكتب لنا في الكومنتات، بحس هي الميزه ان انت تقدر تعمل لهم داونلود على طول ويبقى عندك على الجهاز، وتقدر مثلا لو في ملفات معينه مع الفيديو تقدر تتحملها على طول، سواء ملفات بقى PDF او وورد او اكسل او اي حاجه تقدر انت تلاقيها معايا على طول ان شاء الله. فمنتظر بس تقولولنا على موقع تاني، انا سيب لكم الروابط اسفل الفيديو في الوصف، وصف الفيديو ديسكريبشن، وتقدر انت تدخل عليها وتقدر انت تحملها ان شاء الله.